العظام من منطقة السيدة زينب عليه السلام. نحن بمواكب عاشوراء بنقدم المياه، نقدم العصائر للزوار وللأطفال، ونقدم الطعام. وعلما نحن من طوائف متعددة ومن أديان متعددة، وأنا سني جد عز أخوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم يا شيعة أمير المؤمنين. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجعنا العظام، ولا سيما مقام مولاتي السيدة زينب كبرى السلام الله عليها بذكرى قدوم شهر محرم الحرام، شهر انتصار الدم على السيف. وبهذه المناسبة العظيمة قمنا بإنشاء مجسم صغير عن وقائد كربلاء من إنشاء نهر الفرات، مجسم صغير يعبر عن نهر الفرات تشبيه لجسد الإمام الحسين عليه السلام. وقمنا أيضا بإنشاء كما ترون مجسم عن السيدة زينب سلام الله عليها والطفل الرضيع، ووضعنا الرؤوس عبارة عن هي رؤوس الأمة التي رفعت في واقعة كربلاء، ووضعنا صور الشهداء وهي عبارة عن امتداد لشهداء كربلاء الذي لبوا التضحية والنداء في الدفاع عن مقام سيدتي ومولاتي زينب الكبرى. عظم الله تعالى أجوركم وتقبل الله أعمالكم. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها من جوار العقيلة زينب سلام الله عليها بهذه المناسبة العظيمة والجليلة، مناسبة استشهاد مولانا الحسين أبا عبد الله عليه السلام وأصحابه وأهل بيته وسبي نسائه. إذا بذكرى هذه المناسبة العظيمة والجليلة قمنا نحن في هيئة جنود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بهذا العمل المتواضع من خيمة لاستضافة الزوار، وكذا خيمة للتوزيع والطبخ والإطعام، وكذلك أيضا هناك العديد من الهيئات والمواكب والحسينيات والحوزات العلمية في المنطقة التي تحيي باستمرار من سنوات وإلى الآن هذه الأيام العاشورائية العظيمة. وأيضا إن شاء الله نعاهد مولانا الإمام الحسين وصاحبة العزاء السيدة الزهراء سلام الله عليها على البقاء على هذا النهج وإحياء هذه الأيام العظيمة. جوار عقيلة الطالبين زينب يقول الشاعر جزاه الله خير: ويمصي بيتك عاشور بمن يا على بديلك، تريد بديلك من الشام لو من كربلاء احجي لك، حاجين بخوات حسين من رجع مجاتي لك، شي فرن كتر عباشي لحسين انفزع بعد يا زينب غير الماشي فتهن وين غير الما بعد رجعن
غير الما شفتهن وين غير الما بعد رجال زينب تقول اتنطر سوالف لي الونطر جية الهامة مدرة شعلة شف مقطوع مدرة حسين ومصابة محمد وآل محمد عظم الله أجورنا وأجوركم عظم الله لك الأجر يا سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان في على مصاب الحسين الشهيد احنا أهالي البحرين جينا من البحرين نواس السيدة زينب بمصاب أخويها الحسين عليه السلام والعباس ونعظم الأجر للأئمة وللسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام هذا العام الثاني أكون موجود عند السيدة زينب ولي الشرف إن شاء الله اللهم احينا على حبهم وأمتنا على حبهم بحق محمد وآل محمد شهر العشر محرم واحنا بجوار السيدة زينب الكبرى المظلومة نواسي اخوانها بهذا المصاب الجلل ونعزي العالم الاسلامي والانساني بهذه المصيبة والفاجعة الكبيرة التي حلت على الامة الاسلامية والان احنا الان عندنا مأتم كبير بالصحن الشريف صحن زينب الكبرى لمواساة أخوها الحسين عليه بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله أجورنا وأجوركم استشهاد الإمام الحسين أبا عبد الله وصحبه وأهله في كربلاء المقدسة من السيدة زينب نقيم العزاء من هيئة كفيل زينب التي تأسست تقريبا قبل 17 عاما أسسها الشهيد برهان ماميتا هو والدي الهيئة يعني عملها خدمي وعزائي الخدمي عبارة عن تكيات تكية وتوزيع شاي وأمور طبخ كذا الهيئة العزائية يعني عبارة عن مواكب عن عزاء عن زنجيل عن لطم عن مجالس وهاي الأمور ونتمنى من الجميع يعني من الله القبول ونسأل الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان في هذه المنطقة وترجع المواكب الحسينية لهذه المنطقة بشكل أكبر وبشكل أوسع.